لا لا أنا بس بعتقد إنه اللي حصل بانفجار الضاحية الجنوبية لا يخص فقط الضاحية الجنوبية، هو تعرض لكل مناطق لبنان، ولا يمكن التمييز بين منطقة وأخرى عندما تتعرض. الرسالة رسالة سلبية، رسالة ضد الشبكة أمان نحتاج إليها، ولكن ردود الفعل من كل الفرقاء السياسيين في لبنان يجب أن تكون متضامنة مع كل من يتعرض في أي منطقة كان. هناك طبعا طلب من المجتمع الدولي أن يساعد لبنان في الوقت الذي نشاهد أن قوى سياسية رئيسية في لبنان تتحدث عن أن الجيش عدو، أو تعتبر الجيش اللبناني عدو، وتهاجم الجيش اللبناني وتعتدي عليه وتقتل منه أفرادا في عدة مناسبات وتقيم مؤتمرات لهذه الغاية. كيف تنظرون إلى إمكانية توحيد لبنان في هذا المجال والتحدث بصوت واحد إلى العالم في الوقت الانقسام السياسي كما نشهده في لبنان؟ وهل حصلتم على تجاوب من المجتمع الدولي بشأن مساعدة اللاجئين على الأقل، أو الحد من تدفقهم، أو إيجاد منافذ أخرى لكي يتوجهوا إليها بدلا من أن يتجمعوا في لبنان الذي لا يتسع طبعا لهذا العدد الهائل؟ لا شك أن الانقسام الحاد يتعاظم نتيجة ما يحصل في سوريا، وهذا واضح، ولكن هذا لا يلغي أن شبكة الأمان المطلوبة على مستوى لبنان الرسمي هي التي يمكن أن تجنب كل ما يحصل حاليا. الجيش ليس موضع وجهة نظر برأيي، لا يمكن أن يكون الجيش أو دعم الجيش وجهة نظر. الجيش هو جزء من تركيبة الدولة، هو جزء من مؤسسات الدولة الأساسية الحامية، وهذا الجيش إذا أخطأ فلديه محاسبة داخلية ووسائل المحاسبة، وإذا تم الخطأ أو أسيء إليه فهو في وضع الدفاع عن النفس، وهو في موقع الدفاع عن الأرض وعن الوطن وعن المؤسسات. إذن أنا لا أرى في مقاربة موضوع الجيش وجهة نظر، هذا موضوع مبدئي، وهذا موضوع دعم الجيش هو من منطلقات المسألة السيادية ولا يمكن النقاش حوله. تجاوب من المجتمع الدولي نعم، ولكن هناك نقص خطر تم في الفترة الأخيرة. لبنان يقول للمجتمع الدولي المسألة ليست فقط لبنانية، المسألة ليست فقط لبنانية سورية، المسألة تخص كل ما يمكن أن ينتج عن هذه الأزمة إذا لم تعالج وبسرعة، من تداعيات على مستوى التطرف، من تداعيات على مستوى البدائل التي تطرح أحيانا. المنافذ الأخرى المطروحة هي نعم دول ثالثة قادرة على استيعاب جزء من هذا النزوح، هي أيضا حق العودة، وحتى لا أستعمل هذا التعبير، يعني حق السوريين في أن يعودوا إلى قراهم ومدنهم في حال لم تعد فيها اشتباكات ومواجهات. على المجتمع الدولي أيضا أن يساعد في هذا الاتجاه، وهناك مساعدة يجب أن تكون للدول التي تستقبل النازحين، سوريا، الأردن، أي دولة أخرى، على مستوى بناها التحتية وعلى مستوى المجموعات التي المحتضنة لهؤلاء، إن كانت بلديات أو مجتمع مدني.